مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. صباح الباكر، ماسك للوجه ممكن كل أسبوع مرة، دقيق الحمص 3 معالق، نص معلقة كركم، ماء ورد معلقة، حليب من 5 ل6 معالق حسب، نخلط جيد. هذا الماسك كثير كثير مغذي للبشرة ولتبييض البشرة، منع التجاعيد. بعد وضع الماسك على الوجه لازم الانتظار 15 دقيقة تقريبا، ربع ساعة، بعدين غسل الوجه بالماء الدافئ. كتير كتير هو مفيد للبشرة، منع التجاعيد وتبييض البشرة. فقط بعد ربع ساعة تقريبا غسل بالماء الدافئ، وهذا كل شيء. هذا قبل الفطار. الفطار وأومليت كتير كتير روعة، أفضل تجربوها وسهلة كتير. 3 بيضات، 80 جرام بالتقريب يعني، فلفل أسمر حسب الذوق رشة، وملح حسب الذوق رشة، أوريغانو رشة. تحريك جيد، وضع زبدة تقريبا 2 معلقة 30 جرام تقريبا، او اي نوع زيت زيتون ممكن، اي نوع دهون. سكب الخليط، من ثم وضعه بالفرن على الرف الوسطاني من فوق ومن تحت الفرن، على شيء تقريبا 8 دقائق اخذ. هذا شكله النهائي. وضع الجبنة، من ثم إعادته إلى الفرن أقل من دقيقة. هذا شكله النهائي.
ممكن نرش أوريغانو. نضع أوريغانو على شكله النهائي. هذا ممكن للفطار أو قبل التمرين شي ساعتين ثلاثة. كتير كتير لذيذ. طعام بعد التمارين يفضل بدون دهون بعد التمارين. وبروتين وكربوهيدرات أفضل بعد التمارين. ممكن تجهيز الطعام قبل التمارين يكون جاهز بعد التمارين. فلي الدجاج تقريبا 300 جرام، بهار دجاج معلقة صغيرة، ملح حسب الذوق، رز 100 جرام وماء 200 جرام ضعف كمية الرز. تحريك ينسجم الخليط مع بعض، من ثم وضعه ورق الألمنيوم، تغليف جيد، الفرن محمى مسبقا على أعلى شيء من فوق ومن تحت 60 دقيقة. هذا هو شكله النهائي. في تقريبا 80 جرام 90 جرام بروتين، في تقريبا 70 إلى 80 جرام كربوهيدرات. أفضل وجبة بعد التمرين. أما العشاء فهو كبسة ورق الدجاج. وصحة وعافية، كل عام وانتم بألف خير. اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.